السلام عليكم. بدنا نكمل اللي هو البارت 2 بارت 2 اوف نيوبليجيا. احنا اخذنا في المحاضرة الاولى لغاية صفحة 27 وبدينا فيها، بس بنعود نعيد منها جزء. خلينا نربط الاحداث مع بعضها. وصلنا لعند الميثود اوف سبريد سلايد نمبر 27. عندك دايركت سبريد راح نحكي عنها، عندك سيدنج اوف بادي كافيتيز وحاطين فور اكزامبل عليها اللي هو اوفيريان تيومر، وحاطين رقم 3 هيماتوجين سبريد اللي هو عن طريق اللي بتعرفوا انتم انه في شيء عندنا اسمه ساركوما، سوري في شيء اسمه عندنا ساركوما، في شيء عندنا اسمه كارسينوما. طبعا في عندنا التنتين الساركوما اند الكارسينوما عندهم الابيليتي تو ميتاستاسيس، عمليه الانتشار الانتقال من منطقه لمنطقه اخرى، بس ولكن هاي عندها طريقتها الخاصه بها وهاي عندها طريقتها الخاصه بها. الساركوما عاده بتنتقل مينلي عن طريق البلد، تمام، والكارسينوما مين اللي بتنطلق عن بتنتشر او بتعمل ميتاستاسيس عن طريق اللي هو الليمف نودز او الليمفاتيك فيزلز، تمام. هاي احد الفروق الرئيسيه بين اللي هو المجموعتين. فلما بنحكي احنا هيماتوجين سبريد، اذا بنحكي احنا اللي هي فيفرت باث ويز فور ساركوماز، مكتوب the liver and lung are the most frequently involved secondary sites. اذا هم حاطين انه الهيماتوجينسي للساركوما، واكثر تو اورجانز كاتبين هم الليفر زائد اللانج. طبعا بضيف عليهم كمان تو اورجانز مهمات جدا تحفظوهم الاربعه مع بعض. عندنا الباروتيد، تمام، الباروتيد جلاند زائد اللي هو البرين، تمام. هدول احنا بنحكي عن اكثر اللي هو اربعة اورجانز بصل لهم اللي هو الكانسر عن طريق الهيماتوجينس، بس مين اللي اكثر شيء سوري اللي هن الليفر واللانج. خلينا احنا نركز هسه على المكتوب في السلايد، بعدين انا راح احكي عن الاربعة بشكل عام. طيب رقم أربعة في السلايد 27 مكتوب عندك الليمفاتيك سبريد. حكينا احنا انه في الكارسينوما مين اللي عن طريق الليمفاتيك سبريد از مور تيبيكالي اوف كارسينوماز، بس في شغله مهمه، في ممكن يجيك بالترو اند فولس او في بعض الامتحانات انه يحكي لك الكارسينوما اونلي باي ليمفاتيك فيزلز، لا مينلي، لانه ممكن تنتقل عن طريق الدم بعد فتره. او الساركوما ممكن يحكي لك مينلي اونلي ان بلاد، لا مينلي بلاد، لانه ممكن ايضا تنتقل بعدين عن طريق الليمفاتيك، بس قليل جدا جدا. طيب بروح على اللي هو سلايد 28 اللي هي بيولوجي اوف انفيجن اند ميتاستاسيس. ميتاستاسيس عندك انفيجن اوف بيسمنت ميمبرين، هاي احنا هسه بنتحدث يا جماعه كيف احنا بنفهم انه مثلا في عندي في الاستومك، تمام، في كانسر، وبنفهم انه هذا الكانسر ممكن يعمل انفيجن للوول تاعها، وممكن يروح دايركت عن طريق الليمفاتكس او عن طريق البلاد ويروح يمشي اوب للليفر، تمام. بس كيف انه هاي الخليه الموجوده هان في الاستومك كيف قدرت تحل حالها بين هالخلايا، وكيف قدرت تمشي وتصل لها؟ بنحاول احنا نشرح نظرية وضحها للعالم، وإله كل الاحترام والتقدير. طبعا للأسف أنا ناسي اسمه، ولكن هو عالم روسي. هذا العالم الروسي لما بدأ عمل بحثه درجة الدكتوراه على هذا الموضوع الميكانيزم اوف سبريد، حكى مصطلح حكوا عنه في بداية البحث تاعه انه مجنون هذا العالم. شو حكى لهم؟ حكى لهم هل تعلموا
إنه الخلية السرطانية بتكلم الليمفوبلاست، حكى لهم تعرفوا إنه الماليجنانت سيلز بتكلم الفايبروبلاست؟ طب هسه في ناس بقولك ليش يعني اختار الفايبروبلاست؟ ليش ما اختار خلية تانية؟ فحكوا عنه مجنون. ايش الماجنت سيلز بتكلم بتحدث الفايبروبلاست؟ حكى لهم بس يا ريت لو نعرف احنا بالضبط شو بتحكي لها. برضه حكوا عنه اهبل كثير، فحكى لهم طب انتظروا بس خلينا نبدا في الحديث. كيف اللي صار؟ اللي صار كالاتي، انه يا جماعه الانسان اصلا بيكون العامل الخلايا تاعته زي البلوك الاسمنت في الوول في الحائط، وجسم الانسان هو عباره عن سيستم، تمام؟ والسيستم عباره عن اورجانز، والاورجانز عباره عن تيشوز، طبعا التيشوز عباره عن ايش؟ عن سيلز. فبالتالي الخليه اللي بتكون هي، نفرض هي الوول، تمام؟ هاي في عندي اكثر من خليه فور اكزامبل، نتفاجئ انه هاي الخليه فور اكزامبل انه المفروض تعمل خليه واحده، اذا عملت خليتين او ثلاثه اشكالها مختلفة والى اخره بدون كنترول، خلية انجنت خلص. لما الخلية تنجن ما حدا بيقدر يضبطها. انت بتقدر انت اذا لقيت انسان مجنون في الشارع وبيعمل اي شيء بتقدر انت بتقنعه يسكت او ما يعمل شيء اللي بده اياه؟ لا. فبالتالي الخلية هاي ما حدا بيقدر يعمل لها شيء. بس شو اللي صار؟ قدرت الخلية هاي الموجودة هان انه تتحدث مع الفايبروبلاست، المقصود فيها تحدث يعني تعطيها إشارة أو تحاول تعرف منها كيف تساعدها على إنه تخرج من محلها وتروح لمنطقة تانية. راح نعرف لأنه الفايبروبلاست هو الخلية الرئيسية اللي بيكون لها play important role في موضوع اللي هو منع الخلية السرطانية من الانتشار أو السماح لها. طيب الحين بنيجي انه الخلايا في الجسم زي ما حكينا هي ملتصقة في بعض عن طريق حاجة اسمها، يعني هاي الخلايا ملتصقات في بعض عن طريق اشي اسمه اكسترا سيلولار ماتريكس جلايكو بروتين. اذا في عندي شيء اسمه اكسترا سولار ماتريكس جلايكوبروتينز، هو اللي كيف لما تجيب انت البلوكات الطوب ويكون بينهم اسمنت يمسكهم، نفس الشيء الاكسترا سولار ماتريكس جلايكوبروتينز هو الاسمنت اللي بيمسك الخلايا مع بعضها، تمام؟ عشان هيك بتكون ثابته ما بتتحرك. لكن في المالجنت في المالجنت سيلز للاسف بتتحرك، لانه بتعرفوا انتوا الخليه السرطانيه خليه مجنونه، فبالتالي ممكن ما تلتصق مع الخليه الثانيه. بس كيف ممكن ما تلتصق مع الخليه الثانيه؟ ما هو الاكسترا سولار ماتريكس غصبا عنها بده يلتصق فيها، بس اكتشفنا احنا انه الاكسترا سولار ماتريكس ما بتكون دايركتلي في الوول تاع الخليه، يعني هاي الوول تاع الخليه ما بتكون الاكسترا سولار ماتريكس مباشره ماسكه بالوول. اكتشفوا انه في الخليه هاي في عندها ريسبت، هاي الريسبتات هاي اول شيء خلينا نحكيها من الاول عشان ما نضيعش الموضوع. اذا في عندي اول شيء ميكانيزم سبريد اوف مالجنانت سيلز، تمام؟ اذا حكينا انه في عندي خليات ممسوكه مع بعضها في الاكسترا سولار ماتريكس، بس اكتشفنا انه الاكسترا سولار ماتريكس بتلتصق بالخليه عن طريق الريسبتات موجوده على ظهر الخليه، تمام؟ طيب الحين نتحدث انا عن نظريتين. نظريه هي اصلا نورمالي، هي في الطبيعه هاي نظريه اللي بتصير عاده، وفي نظريه ثانيه. النظريه الاولى النورمالي هي الخلايا ملزقه مع بعض اصلا بتكون من خلال اكسترا سولار ماتريكس جلايكوبروتينز، تمام؟ وشو اصلا الاكسترا سولار ماتريكس جلايكوبروتين؟ اكثر شيء فيهن اللي هو نحكي الاتي، في عندي الاكتين، في عندي اللي هو الفايبرين، وعندي ايش كمان؟ اللامينين. هدول
هن الاكثر شيء اللي بكون الاكستراسولار ماتريكس. وفي سام تايم او سام اريا انه بكون فيها ايضا ايش، هذا فيكم بحاول تصورها قبل ما اكتبها. على كل حال هي الكولاجين، يعني دائما بتلاقي في اكتين وفايبرين ولمنين، وتلاقي ممكن كولاجين، تمام، بس مش في كل الاماكن. طيب خلينا نقرا اللي هو السلايد رقم 28 عشان انا هسه راح اتكلم انا عن المعلومات اللي فيها بشكل عام. Biology of invasion and metastasis، عندنا invasion of basement membrane. اذا في عندي اي ابيثيليال موجود على البيزمنت ممبرين، تمام، اذا الخليه هاي المجنونه اللي بتقدر تخترق البيزمنت ممبرين، اذا هي نجحت وانتقلت وراحت وين ما بدها. اثنين، موفمنت ثرو اكسترا سولار ماتريكس، بعد ما اخترقت هاي واجت هون، لانه احنا عارفين هان في اكسترا سولار ماتريكس، في هان كونكتيف تيشو، هان الابيثيليال صح، وهان عندنا اللي هو الكونكتيف تيشو. فإذا هي اخترقت البيزمنت ممبرين واجت هون هاي الخلية، تمام، إذا هي كان موفمنت باي اكسسوار ماتريكس. طيب إذا هي مثلا هون، ما احنا عارفين إنه بالداخل هان في بلاد فيزلز، مظبوط، وإذا هاي الخلية المسعورة المجنونة قدرت تعمل بنتريشن، تمام، اوف فاسكولار اور لينفاتيك شانلز، أنا قاعد بقرأ من السلايد 28. أول نقطة invasion of basement membrane، الرقم الثاني movement through extracellular matrix، والرقم الثالث penetration of vascular or lymphatic channels. النقطة الرابعة مكتوب لي survival and arrest within the circulating blood or lymph. عادة اللي هي لما تدخل هاي الخلية بتدخل داخل blood vessels أو lymphatic، وهنا اللي هو دور بقائها موجودة في المنطقة هاي، وممكن تنتقل لمناطق أخرى. النقطة 1 2 3 4 النقطة الخامسة اللي exist from circulations into new sites، وهي لما موجودة تمشي في البلاد سيركوليشن بتروح على another organ من خلال البلاد سبلاي، وبتروح تعمل هنا وبتجلس وبتبدأ تنمو من أول وجديد هون. النقطة الأخيرة اللي هي survival and growth as metastasis، طبعا هي الخلية الواحدة هل لما تيجي بصير تعمل منها خليتين ثلاث أربعة خمسة ستة، وبتصير تكون كتلة جديدة في جسم في organ آخر، بس الكانسر اللي هو في الاورجان مش من الاورجان، جاي من وين؟ من منطقه ثانيه، من اورجان ثاني، تمام. طيب خليني اكمل انا اللي هو الميكانيزم اوف سيدنج او اوف سبريد اوف مالجنانت سيلز، تمام. بنيجي حكينا ان الخلايا الموجوده في الجسم هي ملتصقه مع بعض عن طريق اللي هو الاكسترا سولار ماتريكس، وحكينا ان الاكسترا سولار ماتريكس ما بيكون دايركتلي في الوول، بيكون من خلال في ريسبت على اللي هو السيلز. طيب في بعض الاماكن بيكون كولاجين زي ما حكينا، واخر الخلايا الملتصقه مع بعض مثل الطوب واللي طبعا نحكي عنه يمسك هو الاسمنت من خلال اللي هو الخلايا الجسم والمنطقه الموجوده فيها او اي منطقه ثانيه في كل مناطق الجسم، يعني احنا بنحكي بشكل عام. هاي نظريه طبيعيه، تمام، انه عندي خليه وفي هون خليه ثانيه، في على هاي ريسبت وعلى هاي ريسبت وهاي على هاي ريسبت وهاي كمان عليها ريسبت الى اخره، وفي هنا اللي هو الاكسترا سولار ماتريكس بربط الخلايا مع بعض اللي هو الاسمنت. طيب هاي نورمالي. النظريه الثانيه بتحكي انه الخلايا الملتصقه اصلا مع بعضها هي ملتصقه عن طريق الاكسترا سولار ماتريكس جلايكوبروتينز، عشان تقدر تعمل اللي هو الانفيجن، تمام، لازم تفك حالها من هالروابط هاي من الاسمنت. انا اذا بدي اترك بدي افك حالي من هاي المناطق، مزبوط. كيف؟ شو اللي بصير؟ اللي بصير انه زي ما حكيت انه لقوا الباحث هذا الروسي لقي انه الاكسسوار ماتريكس جلايكوبروتينز هاي ملتصقه بالجدار الخليه من خلال ريسبتر، تمام، وبتمسك فيها اللي هو الفايبرين والاكتين واللامينين وسام تايمز الكولاجين. طبعا سموا هاي الريسبت بالايش؟ لها اسم، هاي الريسبتات الموجوده هاي لها اسم بسموه كادهرين، تمام، ايش بنسميه؟ كادهرين. هاي الكادهرين هي اللي هي الريسبتات الموجوده اللي بتمسك اللي هو الاكستراسولار ماتريكس بالوول اوف ذا سيلز. اذا شو يعني؟ يعني في عندي التصاق مباشر بين الاكستراسولار ماتريكس والخليه؟ لا، احنا عندنا التصاق عن خليه اللي هو الريسبتر. طيب
هاي الخلية يا جماعة اللي هي المالجنت سيلز أو الخلية اللي بنحكي عنها المجنونة، هاي شو بتعمل؟ يعني هاي الخلية هي ولدت من خلية مجنونة وهي انجنت، فهي بتعمل تلقائيا إنها ما يتكون عليها ريسبت. شو بتعمل؟ إنه ما يتكون عليها ريسبت اللي إحنا بنسميه إيش؟ كادهرين. هذا إيش بنسميه؟ هذا عبارة عن ريسبتور، تمام؟ هذا ما بتكون نو في الخلية اللي هو المالجنت سيلز. المالجنت سيلز ما بيكون فيها كادهيرنز أو اللي هو رسك. طيب فهي ما بتقدر تعتبر، يعني ما بتقدر هي تفك نفسها لأنه هي محاصرة أيضا، يعني تمام، يعني ما عملتش ريسبت بس بتضل حواليها إيش؟ ضل عندها إكسسوار ماتريكس. بس مين يا جماعة المسؤول هاي الإكسسوار ماتريكس ظل وين موجود؟ بين حوالين الخلية. صح فكت حالها بس لسه محبوسة بالإكسسوار ماتريكس. مين اللي هو المسؤول عنه؟ اللي هو الخلية الفايبرو بلاست، تمام؟ الخلية هاي الفايبرو بلاست هي المسؤولة عن الإكسترا سولار ماتريكس. عشان هيك احنا حكينا انه حكى العالم الروسي في بداية بحثه لما كان بناقش في درجة الدكتوراه انه الخلية السرطانية هاي لازم تكلم الفايبروبلاست عشان تحاول تفتح لها الطريق عشان تعدي. فشو اللي صار؟ هاي الخلية الفايبروبلاست تتحول احيانا، او هي الخلية نفسها هاي اللي هي خانت وطنها او بلدها بالمعنى هذا، بصير اسمها من فايبروبلاست بنسميها خليه ثانيه بنسميها ترانس فورمد فايبروبلاست، بنسميها ترانس فورمد فايبروبلاست. هاي الخليه اللي اصلا راح تنتج اشي للاسف يساعد الخلية السرطانية على تحليل ايضا الاكسسوار ماتريكس. كيف انت لما تكون في سد امامك وتيجي الجراف تشيل لك السد وتعبر، نفس الشيء الخلية السرطانية هي بدها تعبر، بتيجي الترانسفورمد فايبروبلاست بتبدأ تنطفلها الطريق، تمام؟ طبعا اللي بصير انه الترانسفورمد فايبروبلاست راح تنتج اشي اسمه عندنا يعني ريليز، راح تنتج عندي بروتيوليتيك انزيم، تمام؟ طيب انا شو بدي في البروتيوليتيك انزيم؟ هم بشوف، وللاسف كمان مش بس الترانسفورمد فايبروبلاست بنتج بروتيوليتيك انزيم، ايضا كمان المالجنانت سيلز ايضا هي كمان ريليز، ايضا يعني بتنتج ايضا بعض اللي هو البروتيوليتيك انزيم. اذا هي كمان ريليز اوف بروتيوليتيك انزيم. اذا مين بيفرز البروتيوليتيك انزيم اللي هو راح يساعدنا على تفكيك الاكسسوار ماتريكس؟ تو سيلز، الترانسفورمد فايبروبلاست اند مالجنانت سيلز. طبعا في عندنا من أهم اللي هو البروتيوليتيك إنزيم اللي بتفرزه النوعين الخلايا هاي، إشي بنسميه إحنا شو بنسميه؟ كولاجينيز إنزيم. إذن من أهم البروتيوليتيك إنزيم اللي بتفرزها الترانسفورمد سيلز ترانسفورمد فايبروبلاست and malignant cells اللي هو الكولاجينز، وهو معروف اصلا انه بكسر ايش؟ خلينا بس واحده واحده عشان احنا نربط الامور مع بعضها. احنا شو حكينا عندنا؟ اللي هو الاكسترا سولولار، الاكسترا سولار ماتريكس من ايش بتتكون؟ تتكون من، نعدهم مع بعضنا، الذكرين ولا بس هيك تمشوا معي؟ طيب على كل حال، الفايبرين زائد الاكتين زائد اللامينين زائد ايش؟ الكولاجين. طيب فبيجي عندنا الحين نتحدث عن دور اللي هو
الخلية اللي ليش هي أصلا بتحاول تفرز عندي بعض الكولاجينيسز، ليش؟ عشان تكسر عندي. إذا لما بفرز عندي اللي هو الفايبروبلاست مع بعض ترانس فورمد فايبرو بلاست زائد مالignant سيلز، حكينا انهم بفرزوا اشي اسمه بروتيو ليتيك انزايم، ومن اهم البروتيو ليتيك انزايم اللي هي الكولاجينيسز. الكولاجينيسز من اهمها اللي هو الكولاجينيز، تمام؟ هاي سوري الكولاجينيز انزايم. طيب الكولاجينيز انزايم شو راح تعمل؟ راح تكسر اللي هو الكولاجين. والكولاجين يا جماعه، الكولاجين ما احنا حكينا انه هو موجود من مكونات الاكسترا سولار ماتريكس اللي بتمسك الخلايا مع بعضها او بتحاصر الخلايا. طيب وايضا كمان، طب اوكي اتفقنا هاي الكولاجينيز بيفرز عشان يدمر الكولاجين. طب وفي عندك كمان، عندك اللي هو الفايبرين والاكتين واللامينين، فبتيجي عندنا كمان راح تفرز هي اشي اسمه، خلينا نرجع، اوكي تفرز اشي هون بنسميه بروتييز انزايم، تمام؟ اذا البروتيوليتيك انزايم مش بس اهمها اللي هو الكولاجينيز انزايم، ايضا البروتييز انزايم واللي اصلا هو بحطم دوره البروتين، وايضا كمان شيء اخر اسمه اللي هو الكاثبسين، كمان غيرها بتفرز شيء اسمه الكاثبسين اللي اصلا بحطم الثلاثه هذول اللي هن اللامينين والاكتين والفايبرين، تمام؟ اذا الكاثبسين هي اللي بتحطم اللامين والاكتين والفايبرين، والبروتييز انزايم بتحطم البروتين بشكل عام، والكولاجينيز بتحطم الكولاجين، واضحه؟ طيب اذا لما تحطم هاي، اذا الخليه حره وبتتحرك وين بدها وبتروح وين بدها. هاي الخليه لما تتحرر يعني تقنع الفايبر وتساعدها وتقول لها عن السر كيف انا بدي احطم، وحكيت لها افرز البروتيوليتيك انزايم وانا بفرز من عندي بنحطمها، بدات الخليه بدها تتحرك تنتقل. كيف بدها تتحرك؟ بدها تركب لحالها عجال وتمشي عليهم سيارات، تمام؟ فبدها تعمل شيء اسمه ايش؟ كونتراكتل فيلامنتس. اذا بدها تعمل شيء اسمه كونتراكتل فيلامنتس. إذا الخلية المجنونة هاي الكانسر سيلز المالجنت سيلز راح تصنع في داخلها الكونتراكتل فيلامنتس، وداخل الخلية مين هو الكونتراكتل فيلامنتس؟ هو الأكتين أند إيش؟ توبيلين. طبعا في واحد ممكن يقول لك الأكتين والمايوسين، بدل هاي يقول لي روح قول لي المايوسين يا دكتور، بحكي له لا لا وعدتوه هذا خطأ، لأنه عندي الميوسين هو بوليمير، والبوليمير أصلا ممنوع يكون داخل الخلية، فبالتالي ما بتكون عندي داخل الخلية ميوسين، بتكون عندي أكتين أند توبيولين، لأنه بوليمير حكينا أنه الميوسين بيكون ممنوع يكون داخل الخلية. طيب إذا إحنا اتفقنا على أنه الخلية المجنونة وخلية الفايبروبلاست بدأت عندي تصنع بروتيوليتيك انزايم، ومن ضمنها اللي هو البروتييز بتحطم البروتين، ومن ضمنها بتصنع البروتيوليتيك انزايم اللي بتصنع منها البروتييز وتحطم البروتين، وعندنا الكولاجينيز تحطم الكولاجين، وعندنا اللي هو الكاثبسين بتحطم الفايبرين والاكتين اند اللامينين، وعندنا كمان بتبدا تصنع اللي هو الكونتراكتلز فيلامنتس اللي بتكون داخل الخليه، هي عباره عن اكتين وتوبيولين مش اكتين ومايوسين، لان المايوسين يعتبر بوليمير والبوليمير ممنوع يكون داخل الخليه، تمام؟ طيب الحين من خلال يا جماعة البريك داون برودكتس اللي اصلا ناتج عن تكسير الاكسترا سولار ماتريكس، بعمل اشي بنسميه كيمو تاكتيك
substance. شو بيعمل؟ إذا مش صار حرب حطموا الإكسسوار ماتريكس تكون عنها كيموتاكتيك. والكيموتاكتيك سبستانس عبارة عن دالة، يعني بتدل بتعرف الخلية السرطانية عن الطريق كيف تفرجيها، وين الطريق الفاضي المسلك تاعها عشان هي تروح تصل وين بدها. وهذه كلها حكينا عنها يا جماعة بفضل العالم الروسي اللي حكى عنها قبل أكثر من 60-70 عام. طيب اوكي، الخلية السرطانية موجودة في هاي المنطقة فور اكزامبل بالستومك، وفي هان على جنبها فور اكزامبل في الليمفاتكس فيزلز، تمام، واجت واخترقتها برضه. طب كيف اخترقت ايضا اللي هو البلاد فيزلز، سوري الليمفاتيك او بلاد فيزلز؟ نفس الشيء اللي عملته في الاكسسوار ماتريكس بتعمل فيها نفس الشيء، بتروح بتدمر الاكسسوار ماتريكس، لانه اصلا الوول اوف فيزلز بيحتوي يا جماعه على جلايكوبروتينز، يعني نفس مكونات تقريبا الاكسسوار ماتريكس، فمن السهل عليها انها تخرم الارتريس والكابيلارس والفين اند الليمفاتكس. طبعا مين اسهل؟ طبعا احنا بنحكي انه في عندي الخليه السرطانيه يا جماعه، مين اسهل عليها انها تعمل بنتريشن لل ارتيس ولا سوري ولا للكابيلاري كابيلاريس ولا للفين ولا للليمفاتيك للليمفاتكس؟ انا كنت حابب اخليها لكم سؤال في الامتحان، بس أسئلة التيومر كثيرة موجودة، فبدي أحاول أسهل عليكم المهمة. الليمفاتيك أسهل شيء على الخلية السرطانية يا جماعة إنها تدخل على الليمفاتكس، تعرفوا ليش؟ لأنه الخلية الـ wall of lymphatic vessels without basement membrane، ما فيش basement membrane في الليمفاتيك فيزلز، عشان هيك very very easy انها المالجنت سيلز تعمل بنتريشنز للوول اوف ذم وتدخل جوا بكل سهوله. طبعا هي مش راح تلاقي نفس السهوله هاي في الارتريس او الكابيلارس او الفين، تمام، بس احنا بنحكي من شوي مين اسهل، الفين ولا الكابيلارس ولا الارتريس، بنحكي عليهم بس شوي. تمام، اذا عندنا الليمفاتكس لانه فيش فيها بيزمنت ممبرين، ومهم جدا لانه بهذه الطريقه اصلا لا يوجد الاستين اند ريتيكولين فايبرز، تمام، لانه احنا عندنا البيزمنت ممبرين بتعرفوا انه اكثر شيء بيكون فيه الاستين وريتيكولين فايبرز، فبالتالي لا موجود لا الاستين ولا ريتيكولين فايبر، فبسهوله فكل سهوله بتدخل جوا. طيب كلما كان في زياده او صعوبه على الخلية اللي هو المالجنت سيلز تخرم الجدار، يعني كل ما كان في زيادة في الإلاستين والريتيكولين والفايبرز، الخلية السرطانية صعب تدخل. يا جماعة الخلية السرطانية هي كثير ضعيفة، ويك، خلية ما هي قوية جدا، لا. أنا بدي أسأل سؤال لواحد من الطلاب اللي طبعا كلكم اذكياء ما شاء الله، كلكم سمارت، بس بدي واحد سمارت في السمارتس، تمام، بدي ذكي في الاذكياء يجاوبني على هذا السؤال، وان شاء الله كلكم بتكونوا اذكياء. طيب ليش عندي المالجنت سيلز صعب عليها، او سوري يعني هل حد في حدا فيكم ممكن يقدر يحكي لي الترانسفورمد فايبروبلاست، تمام، والماليجنانت سيلز ليش بسهوله بتخرم اللي هو البلاد او البيزمنت ممبرين في اي فيزل صغير الليمفاتكس؟ تذكروا فيها ليش؟
طيب أنا هذا السؤال يا جماعة دائما كنت ما بشرحه للطلاب، كنت بحكي لهم إياه، جيبوا لي وظيفة وأتجاهل إنهم جابوا الوظيفة وخليهم يتناسوا لحين موعد الامتحان، وأجيبه بطريقة ام سي كيو أو شورت سؤال لآخره هذا السؤال، تمام؟ ليش الترانسفورمد وفايبروبلاست والمالينت سيلز صعب عليها تخرم اللي هو البلاد البيزمنت ممبرين بسهوله؟ يعني في اشي بده يكون عندي، تمام؟ لا تستطيع اللي هو الان عشان تعمل كذا كذا، ولا تستطيع اصلا تعمل كذا كذا، وهيك بسهل عليها انه هيك. لكن بديش بدي انا قاعد بجاوب في بعض النقاط بطريقه يعني فكاهية عشان لعل وعسى تعرف انه الجواب مش كثير، والجواب سهل جدا للي بفكر فيها، تمام؟ طيب طيب ممكن حد يسأل، طيب يا دكتور ليش هاي الخلايا السرطانية، ليش طيب جهاز المناعة ما بقتلها او ما بوقفها؟ انا زي ما حكيت لكم انه الخلايا السرطانيه المالينت سيلز هي خليه ضعيفه يا جماعه، بس ولكن من كثر اعدادها بتقدر تتغلب على جهاز المناعه، لانه جهاز المناعه عندنا كيف بحارب الخليه المناعيه، الخليه المناعيه كيف بتحارب اللي هو المالينت سيلز؟ عن طريق السايتو توكسيك تي ليمفو سايتس، اذا عن طريق السيتوتوكسيك ليمفوسايتس هي بتحارب اللي هو بتدمر 90% تقريبا، 90% بتدمر تقريبا يا جماعه من المالينت سيلز، تدمر من السيتوتوكسيك ليمفوسايتس، و10% فقط هن البعبره، من كثر ما بضل يجي يروح ويجي جهاز المناعه ما بلاحق انه يضل يتجهز جيش جيش، فبالتالي ممكن يعدي فيها بسهوله. طيب في ملاحظه كمان بخصوص اللي هو السبريد في منطقة فيها نيرف، ليش يعني المناطق اللي فيها نيرف بسهولة انه الكانسر بدخل إلها؟ ليش بسهولة بدخل الكانسر إلها؟ زي مثلا احنا حكينا انه الخلايا او الأورغانز اللي بيكون عندنا الخلايا بتمشي فيها جميعها، بتسمح لها انها هاي الاعضاء تطلع من هاي الخلايا، راح تكون هي اربع انواع او اربع اورجانز، وراح هسه احكي لكم اياها بطريقه نيمونكس تسهل عليكم. بس اول شيء بالنسبه للخلايا اللي هي او المناطق اللي فيها نيرف، النيرف اصلا بيكون على شكل اكسون سلندريك، صح؟ سلندر، يعني الخلية العصبية بتكون على شكل اللي هو الأكسون. فبالتالي فور اكزامبل بتكون هاي السلايد، المنطقة بتكون هاي الخلايا العصبية، بتكون حواليها في زي السلندريك او الأكسون سلندريك، وهاي عادة بيكون في المنطقة اللي هي الأكسون سلندريك بيكون في عندك إلاستيك، ما بيكون فيها إلاستيك فايبرز، واحنا عارفين انه الإلاستيك فايبرز يعتبر شيء مانع قوي ضد يعني ضد اختراقها من قبل الخلايا المالجنت، فبالتالي ما بكونش فيها. فبالتالي اي اورجان فيه كثير نيرز يكون من خلال اكسون موجوده من بجانبها، ممكن انه الخلايا السرطانيه تعمل انفيجن وتنتقل لمنطقه اخرى. طبعا يوجد اربع اعضاء وهي اكثر الاكثر اللي تسمح للخلايا تمشي فيها، وهي جميعها بتبدا بحرف البي. كل هاي طبعا ما بحكيش انا بحكي بي بالعربي، يعني لأن ممكن تكون هي بي او بي، بس ولكن هي بتبدا كلها بحرف البي. شو هي هاي الاورجانز؟ عندك الباروتيد، تمام؟ ايش الباروتيد؟ بي. وفي عندك البانكرياس، هاي الثانيه. الثالثه اللي هي سوري البروستيت، والثالثه اللي هي البون. عشان هيك يقال
إنه أسرع مناطق ممكن يطلع منها انتشار للخلايا بسرعة سرطانية هدول الأربعة 1 2 3 4 تمام؟ طيب طبعا هاي زي ما حكينا الأربع أورجنز بصير فيهم إيش بنسميه إحنا بيرينيورال إنفيجن تمام؟ وهذا العامل المشترك بين الأربع أورجن إنه بكون فيهن هذولا العامل المشترك بينهم إنهن هن كلهن very rich in innervation جميعهن فيهن كثير innervation تمام؟ طيب طبعا في راح أنا نسأل سؤال بتعلق بهذا الحكي في الفاينل بدي تشغلوا مخكم فيها ما بدي هسه ألمح له ولا أحكي فيه بس ولكن اللي بكون حافظ هاي المعلومات لأنه هو سؤال شبه استنتاجي فركزوا على الموضوع طيب في كمان عندك في عندنا شغلة مهمة جدا بدي اياكم تعرفوها إنه يا جماعة بالنسبة للساركوما والكارسينوما طبعا هاي الريت تاعها شوي لو تمام بالانفيجن والسبريد تمام وهاي هاي ريت وهاي لو ريت بدي اياكم من هسه تبداوا تدوروا على الاجابه لان راح تكون شور بالفاينل ليش الساركوما هاي ريت سبريد وهاي لو ريت السبريد تاعها تمام بدي تلقوا تحاولوا تشوفوا الجواب تاعها مهم جدا تعرفوها طيب كمان في شغله مهمه يا جماعه انه انتم ما شاء الله عليكم بالاناتومي لاحظتكم في المحاضرات معكم لما كنا فيس تو فيس لاحظت انه انتم درسين الاناتومي كثير كويس فبتعرفوا انتم احنا لما بنحكي انه فور اكزامبل هاي الليفر تمام وهي عندنا خلينا نحكي في كيدنز تو كيدنز في الجسم في عندي ستومك في عندي سبلين عندي بانكرياس اب تو يو بتتوقعوا انتو انه لو صار عندي كانسر فور اكزامبل بال ايزوفيجاس هل انه رايح اذا صار في كانسر ينتشر لنفس المنطقة اللي لو كان في كانسر في الكدني وانتشر لمنطقة راح تكون نفس المنطقة الاثنين بودوا مثلا لا راح تعتمد اناتوميكلي على البلاد سبلاي وين بروح البلاد سبلاي تاعها او من وين بيجي لانه مثلا انا بدي احكي مجازي لانه انا ما بدي احكي هسه معلومات ادلكم على الجواب راح يجيكم بالفاينل يعني نفرض انه انا عندي في اكس بلاد فيزلز بغذي فور اكزامبل اللور ليمب وعندي في واي بلاد فيزلز بغذي الابر تمام الابر ليمب هل انه لو صار كانسر انه نفس الخلايا راح تكون مثلا تروح على البروستيت وهاي تروح على البروستيت طبعا لا مستحيل لانه هاي بيختلف الدم اللي بيجي عليها من وين ومن وين بروح وهاي بيختلف عليها يعني وين بيكون يعني مثلا نفرض انه كان في مشترك في البلاد اكس هاي فيها مشترك بلاد سبلاي على اللور ليمب وعلى البروستيت مع بعض مشتركات فراح يكون الكانسر في المناطق هاي بداية أكثر ونفرض هاي اللي هو الواي بلاد فيزلز
مشتركة مثلا مع الستومك، مشتركة فور اكزامبل مع الليفر. تمام، اذا راح يكون اول شيء الميتس تاع الستومك راح يكون على الليفر، مش راح يروح على اللور ليمب ويترك الليفر. فبدي اياكم اناتوميكالي تنشطوا معلوماتكم، لانه راح يكون في السؤال على الموضوع هذا او سؤالين في الباثولوجي في النيوبليجيا على هذا الموضوع. تمام. طيب في عندي كمان في اماكن وتحديدا يا جماعه اللي بتبدا بال طيب. في عندي اربعه 1 2 3 4 5 لا اربع اوكي يس اربع اورجانز اللي هن السبلين. تمام سوري السبلين والسترياتد مسل والسمول انتستين. تمام، وايضا اللي هو البانكرياس. اول شيء حدا فيكم بيشوف لي شو في مشترك بين هدول الأربعة؟ كلهم فيهم حرف الاس اس 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 اس، صح هاي بالاخر بس كلهم بحرف الاس صح. يعني لما يقول لك شو اقل اربع اماكن بصل الهن الميتستيسيس اللي بصل الهن سيكندري كانسر، بتتذكر الاربعة اس spleen, striated muscle, small intestine and pancreas. طيب السؤال اللي بدي اياه من واحد سمارت سمارت سمارت، ليش تحديدا هاي الاماكن تحديدا هاي الاماكن لو صار عندي كانسر في منطقة معينة؟ خلينا نوضحها اكثر. في كانسر عندي في الاستومك، هاي كتلة هون، وبدأت تنشر شمال يمين شمال يمين الخلايا تاعتها. مثلا وصلت خلية على السبلين، ممكن تدخل جوا بس مش رايح، راح تلاقي بصعوبة جدا انها ممكن تنمو جوا. وايضا زي هالستريت المصر وزي هالسمول انتست وزي هالبنكرياس. من هسه سؤال جاي على الفاينل، فبدي اياكم تنشطوا ادمغتكم تعرفوا لي ليش السبب. طيب وين وصلنا؟ اوكي، طبعا في ملاحظه كثير حلوه، انه لما حكيت لكم انا انه في اربع اورجان اكثر شيء او اربع اورجان هن الموست كومن اورجانز اللي فيهن بصير سيكندري كانسر، يعني اللي بصير فيهن بصلهن ميتاستاسيس، اللي هن اربع اورجانز. بدي اياكم تتذكروا لما واحد بقول لك لب 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 لب، كل حرف بعطيك اسم اورجان. إذن هاي اللبلب يا جماعة هي أكثر أربع أورغان ممكن يصير فيهن يصلهن انتشار الخلايا، اللي هن اللام ليفر البي بون ال الثانية. يلا شوفكو والبي الثالثة، طبعا هاي البرين أوكي، والال الثانية ليفر بون برين. طبعا هاي انا بدي اخلي لكم اياها اخليكم اياها من احد الاسئلة اللي راح تجنكم، بس ماني عارف هل انتم راح تقدروا تعرفوها ولا راح تضيعوا حالكم فيها، مش عارف. بس بدي اياكم تعرفوا انه الليفر والبون والبرين يس هدول اكثر اورجان ممكن يصير فيهم اللي هو عمليه الكانسر. تمام. طيب عندك في كمان هي مش معلومه
هي بدي اياك بدي يعني اعطيكم عنها رؤوس اقلام وانتم بتحاولوا تتنشطوا فيها، لانه انا بتلاحظوا انه انا قاعد بكثر عمليه يعني او وجود عبء عليكم شويه، لانه انا بعرف انه موضوع اللي صار يعني موضوع اللي هو الاونلاين التدريس هذا اعطانا يعني صار الهامش تاع المدرسين عندنا قليل جدا، يعني احنا ما بنقدر نعطيكم امتحانات فيرست وسكند وفاينل او ميد تيرم الى اخره بالطريقه اللي احنا معتاده كنا نعطيكم اياها باستمرار، يعني لانه بتعرفوا الاداره اداره الجامعه منعت عمل امتحانات الكترونيه، يعني ممكن مثلا بالاونلاين نقدر نعمل امتحان بس ما بنقدر نضبطه 100%، يعني بتعرفوا المعطيات ما بتكون ان كثير سهل. المهم يعني ما بدنا احنا نحكي عن الموضوع ليش في صعوبه عندنا، بس ولكن قصه انه انا هل ممكن انا يكون عندي سهل اعمل لكم امتحان اونلاين؟ لا، فبالتالي انا ما بضمن انه طبعا مش الكل، احترام لبعض الطلاب كثير بتعرفوا مش قصه انهم لا سمح الله سيئين، بس ولكن كيف بيحكوها المال السايب بعلم السرقة، يعني إذا ما كان في حدا أو في حافز يخلي الطالب يدرس يعني ممكن يتكاسل شوي بتعرف، ولما تراكم المادة عليه برضو مشكلة، فبالتالي عشان هيك بعض الطلاب ممكن بما أنه ما فيش امتحان سيريس ما في امتحانات باستمرار فممكن يقول لك خلص مش مشكلة، ما هو راح يعطينا شيء ونحاول إحنا ندرسه لما يجينا كل احترام ونرتبه بطريقتنا، وفي هاي في عندك الانترنت وهاي ممكن كلها نستعين فيها ونحاول نخلص المهمة بسهولة. صعب يعني عشان هيك انا بحاول بعطي عبء كثير لكم. تمام، طيب في اللي هو بدي احكي على اللي هي ملاحظة قبل ما اروح على سوري على موضوع الملاحظة بدي احكيها موضوع اللبلب، حكينا الليبر والبون واللانج سوري جاوبت انا الجواب وانا اسف، يلا خلاص اوكي ملصته منه. ال الثانية اللي هي اللانج سوري، اذا عندنا الليبر والبون واللانج والبريست هن اكثر اربع اماكن سوري البرين، اذا عندي الليبر عندي البون عندي اللانج عندي البرين، هن اكثر اربع اورجانز بيحصل فيهم سيكندري ميتاستاسيس، عندنا ميتاستاسيس يعني اكثر اربع اورجانز بيصل لهم خلايا سرطانيه من اورجانز من انذر اورجانز. طيب بنيجي ملاحظه هامه ايضا انه عند البون من اكثر الاعضاء اللي بيصل لهم خلايا سرطانيه، تمام، يعني بمعنى انه واحد عنده بروستيت كانسر البروستيت كانسر هاد تلقائيا بدروا على البون. طيب يا جماعة أنا على أي بون بدي أبحث؟ طبعا عندك حوالي 206 عظمات تقريبا أتليست في الجسم، أنا بدي يجيني واحد معاه كانسر أنا بدي أروح أحكي له أعمل لي هول بادي سيتي سكان، بيحكوا شو هالدكتور هذا اللي مش عارف الله وين حاطه، يعني أنا مثلا يا بحكي له مثلا بلفيك سيتي سكان أبدومن ثوراسيك تشيست برين لور ليمب الى اخره، يعني ممكن 1 2 بارتس ممكن ليش انا بهمني الحكي هذا؟ لانه انت لازم تبقى تعرف انه البروستيت كانسر وين بده يودي اكثر شيء على البونز، ليش بده يروح على البونز، وتحديدا غير البروستيت كانسر فور اكزامبل لما يكون عندك بالشيء بالكونكتيف تيشو يعني بالساركوما، طبعا ايضا بالكارسينوما بس اكثر مني بالساركوما. ليش يعني وين لما يصير ساركوما في اي منطقه وبدها تروح على البون وين انا بدي ادور في اي بون في ال 216 بارتس؟ تمام، صعب، فبالتالي مش عارف كيف بدي انا السؤال هذا احكي لكم عنه، يعني بدي احاول انا اعطيكم بس معلومه بسيطه لانه جاي ايضا بالفاينل. خليك كيف بدي اجيب لكم المعلومه اللي ما تحاول انا اجاوب السؤال بشكل كامل، ولكن
بدي أعطيكم إشارة بسيطة، أوكي، إنه أنا لازم أعرف من 206 أننا الأكسيال سكيلتون عادة راح يودي الساركوما أو كانت بودي الميتس تاعها على هدول العظام، تمام؟ مش راح أنا أحكي لكم كيف بدي أجيب السؤال، بس يعني بتحفظ هاي المعطيات وسؤال استنتاجي راح يكون عليهم، تمام؟ طيب في كمان شغلة كمان مهمة، تعرفوا إنه عادة البون، أنا مركز على البون كثير، ما بعرف ليش بحب البون. البون عادة بيجي كانسر من مناطق كثير كثيرة، تمام؟ وحكينا إنه في بعض هاي الكانسرز أو بعض الأورغانز غير العظام، أنا ما بحكي عن العظام، تمام؟ خلصنا من موضوع العظام لما بيجيهن كانسر. في عندي من السرطانات اللي بتروح ايرلي على البون، غير انه العظام اللي بيصلها اللي ما بيصلها، في سرطانات خلينا نحكي كانسر بعمل ايرلي ميتاستاسيس، تمام؟ بيعمل ايرلي ميتاستاسيس على البون. السؤال اللي بحكي طلعوا كانسر بيعمل ايرلي ميتاستاسيس وين على البون؟ هنا بنقول كانسر اوف ايش؟ اوف مثلا لانج، اوف برين، اوف اني اورجانز، هو اللي بيعمل ايرلي ميتس على البون. فراح يجي سؤال له علاقة بهذا الحكي. أنا يعني بدي أغششكو تو أورغانز من اللي هان، وبدكو لأنه في كمان راح يكون غيرهم تو أورغانز كمان أو أكثر حتى. بدي أغششكو تو أورغانز عشان لعله وعسى يحاول يسهل عليكو اللي هو الإجابة. راح يكون فيهم واحد البروستيت، وراح يكون فيهم النوع الثاني اللي هو البلاسينتا. طبعا هم دول راح يكون ميلي 4-5 تيشوز تايب اوف تيشوز، او اربع اورجانز او خمس اورجان، بس لهم مسمى، لهم مسمى. المهم بدك تعرفوا لي هذول الأسامي تضلن وشو المسمى تاعهم، تمام؟ طيب بخصوص اللي هو السرط، احنا وصلنا لعند سوري، احنا اخذنا اللي هو حكينا لعند seeding of body cavities اللي هو 29، وصلنا اللي هو occurs when neoplasm invade a natural body cavity. example عليها انه لما يكون عندي في الكولن كارسينوما اوف كولن، بتعمل بنتريت في الوول اوف ذا جات اند ري امبلانت ات ديستانت سايت ان ذا بيريتونيال كافيتي. اللنج كانسر ايضا بيعمل في البلورال كافيتس، بيعمل بنتريت للوول. الكانسرز ايضا في الاوفري بيعمل بنتريت للوول، وبروح وين بيعمل في البيريتونيال كافيتي. سلايد رقم 30 اللي هي هيماتوجينس سبريد اللي اتس ذا موست اللي هو first consequences of cancers، اللي يعني النتيجة الأكثر يعني طبعا هي النتيجة الأكثر خوفا أو رعبا من الإصابة بالسرطان، إنه تصير لها hematogenous spread، إنه ينتشر السرطان فيها بشكل سيء. أيضا في كمان عندك اللي هو
It's the favorite اللي هي pathways for sarcomas. طبعا هي المسار المفضل. طبعا السركوما بتروح عن طريق الليمفاتيك عادة بتروح عن طريق اللي هو البلد. طبعا الارتريز are penetrated less than veins. ليش الارتريز penetrating less than vein؟ بدي جاوبوه. الليفر اند لانج ار ذا موست فريكوينتلي انفولفد سكندري سايتس. بدي تضيفوا عليها زي ما حكيت لكم بشكل عام ان جنرال انه في عندي فور اورجانز هن المينلي اورجانز الموست كومن اللي بيحصل لهم سكندري كانسرز اللي هن الليفر اللانج واللابلاب. تذكروا 2L اللي هو لانج وليفر و2B اللي هي البرين والباروتيد سوري البرين والبون. الهيماتوجينس سبريد اكزامبل عليها عندك الرينال سيل كارسينوما بتروح على وين؟ على اللنج. الهيباتوسيلار كارسينوما اللي يعني في الليفر بتروح على اللنج. الكولون كانسرز بتروح على الليفر. ليش؟ طبعا انتم ملاحظين انه اللي بيكون بورتال هو بروح على الليفر والمش بورتال بروح وين؟ على لانه عندي هنا كم سيركوليشن في الجسم، كم دوره دمويه؟ عندي 3 صح؟ الدورة الدموية 3 عندي اللي هي الصغرى والكبرى والبورتال سيركوليشن. طيب كولن كانسر بروح على الليفر. بروستاتيك كارسينوما اللي هي بريفرنشلي اللي هي سبريد تو بون. والبرونكوجينيك كارسينوماز تو ذا ادرينالز اند ذا برين. ونيوروبلاستوماز اللي يعني في البرينز سبريد تو ذا ليفر اند بون. الليمفاتيك سبريد النوع الثاني اللي هي تيبيكالي بتكون عاده في الكارسينوما وليس في الساركوما. اكزامبل عليها مكتوب عندنا في السلايد رقم 32 او 31 اكزامبل عليها لانج اند بريست كارسينوما. طبعا سكيب ميتاستاسيس اللي هي ذا كانسر سيلز سيم تو ترافيرز ذا الليمفاتيك شانلز وذين ذا ايميديتلي اللي هي بروكسيميت نودز to be trapped in the subsequent lymph nodes. The cells may traverse اللي يعني تجتاز all of lymph nodes أو يعني تدخلها to reach the blood اللي هي via the thoracic ducts عن طريق اللي هو thoracic ducts. صالها the necrotic products of the neoplasm and tumor antigens often اللي هو بنسميه احنا evoke reactive overreactive change in the nodes. عادة غالبا تثير بعض التغيرات فيها. يعني لما يصير عندك necrotic فيها والانتيجين تاعها اللي هي evoke reactive راح تعمل لي او تكون لي بعض اللي هو التغيرات. راح تعمل لي ليمفوادينايتس تمام اند ساينس هيستوسايتوسيس. في عندك جريدنج اند ستيجنج اوف تيومر. طبعا قبل ما اروح على جريدنج اند ستيجنج احنا حكينا كم نوع عندنا اللي هو عمليه الكانسرز. عندنا اللي هو دايركت سبريد وسيدنج اوف بودي كافيتيز وهيماتوجينس سبريد والليمفاتيك كارسينوماز. بنضيف احنا كمان شيء بنسميه كم نوع او كم طريقه بالاضافه اللي حكيناهن. في شيء بنسميه ترانس كولوميك ترانس كولوميك سبريد. شو المقصود فيه؟ في عالم اسمه كريكن بيرغ عالم ألماني تمام اكتشف طبعا هذا قديما جدا اكتشف ان في بعض النساء انه في لقي في سرطان هاي اليوترس تمام وهي الأوفري لقي في سرطان داخل الأوفري بس مش من الأوفري بشبه سرطان جاي من الاستومك واحيانا كان بدل الاستومك احيانا يشوف فيه من الانتستين تمام
فحكى هذا السرطان بيشبه، ولكن مش قادرين نعرف من وين جاي شو قصته. وخلص بنسميه على اسم العالم اللي هو كريكنبرغ تيومر. طب للاسف تطور العلم، فهم تاكدوا انه الخلايا هاي اللي حكى عنها كريكنبرغ واللي تسمت باسمه، وشك انها هي بتشبه الاستومك او الانتستين، هي فعلا خلايا جايه من الاستومك والانتستين. هي خلايا سرطانيه اجت من الاستومك ومن الانتستين عن طريق ترانس كولوميك، تمام، دخلت من بين الجدار وراحت على الاوفري ووصلت له. ما كان في ذاك الوقت بتتوقع انه في طريقه زي هيك ممكن تصل لهي المنطقه بهي الطريقه، فسموها ترانس كولوميك. طيب يعني لو اجاك سؤال وقال لك انه الاستومك لو راح منها كانسر على الاوفري، شو الطريقه بنسميها؟ نسميها ترانس كوليميك. طيب لو اجاك كمان سؤال قال لك الانتستين اذا راح منه كانسر على الاوفري، شو بنسمي الطريقه ايضا هاي؟ طيب بدي اعطيكوا انا سؤال جايكوا ايضا بالفاينل ان شاء الله، سؤال بحكي لك كيف بدي اجيبه عشان ما تاخذ الاجابه بشكل كامل. طيب لو حكينا انه في البنكرياس، صار فيها كانسر وراحت ودت على الاوفري، هل ايضا بنسميها ترانس كولوميك؟ تمام، نسميها ترانس كولوميك ولا ايش بنسميها الطريقه؟ كيف راح الكانسر من البنكرياس للأوفري؟ هل مثل هذول اخترق الجدار ودخل عليها ولا لا؟ ولا ممكن يكون بس انا ممكن بكون قاصد اشتتكم، وممكن لا مش عارف، بدكم تحاولوا تنتبهوا لهيك اشي لانه ممكن اجيبها. بدنا نشغل لمخاخ كثير البرينز، لانه مع هاي قاعدة البيوت اكيد في شوية بضلهم نايمين. طيب مش مشكلة. السؤال كمان أو طريقة تانية حكينا فيه دايركت وفي هيماتوجينس وفي لينفاتكس، وحكينا هسه ضفنا اللي هو الترانس كولوميك، وهسه في كمان طريقة بنسميها ترانس لومن، ترانس ليومينال امبلانتيشن، تمام. شو هاي السرطانات؟ مثل الكارسينوما تاعت اللي هو اللارينجز، تمام، او اللارينجز. بقول لك هاي لو عملت كانسر، تمام، راح يودي فور اكزامبل على التريكيا. شو الطريقه اللي راح فيها الكانسر من اللارينجز للتريكيا؟ طريقه بنسميها ترانس اليومينال امبلانتيشن. يعني في هنا اللي هو في اللومن، ومن خلال الخلايا مشت وراحت على التريك، لا راحت لا عن طريق بلود فيزلز، ولا راحت عن طريق الليمفاتكس، ولا راحت عن طريق الترانس كولوميك، ولا راحت عن طريق كريكنبرغ، ولا 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 غيره، تمام. ف راح يجي برضو ايضا ممكن سؤال بالفاينل يحاول يعني يجيب لكم مثال تو اورجانز، بيقول لك شو الطريقة اللي ممكن يصل إلها الكانسر مينلي. بدكم تكونوا فاهمين تركيبة عدت الأناتوميكالي كيف. يعني أعطيك كمان مثال بسيط، لو صار كانسر عندنا ترانزيشنال، خليني أحكي هيك، ترانزيشنال سيل كارسينوما، ممكن بهاي الطريقة بالترانس اليومينال راح ما تودي على الليبار او على البون او 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 لا، راح تودي مباشرة على رينال بلفس. وين الرينال بلفس؟ هاي الرينال، تمام، هاي المنطقة الهان هي اللي بنسميها الرينال بلبس، ممكن يصلها بس في كمان مناطق ثانيه. المهم طيب اذا كم طريقه حكينا؟ دايركت سبريد، سيدنج اوف بودي كافيتيز، هيماتوجينس سبريد، ليمفاتيك سبريد، زائد
الترانس كولومك ستة ميبي صاروا خمسة زائد ترانس لومن ستة زائد الطريقة الأخيرة اللي بنسميها سيرجيكال امبلانتيشن. تمام، سيرجيكال امبلانتيشن. سيرجيكال عادي بالسكين تاعت الجراحة، ممكن يجرح ويفتح منطقة ثانية نفس السكين، أو إلى ما يجي يسكر الأخير ممكن تحمل خلايا على السكين ويوصل لها بسهولة. إذا صار سبع طرق عندنا. تمام، العملية اللي هو السبريد، عملية الميتاستاسيس. طيب وين وصلنا احنا؟ اوكي، عملنا اكزامبل عليها. اوكي وصلنا لهون لبرك سبريد حكينا عنها. وصلنا لعند سلايد 33 اللي هو الجريدنج اند ستيجنج اوف تيومر. الجريدنج اند ستيجنج اوف تيومر، طبعا في الجريدنج مايكروسكوبيك والستيجنج بتكون كلينيكال. بدي اكتفي بهذا الحد عشان بكون عندنا صعوبه في رفع الفيديو على اليوتيوب لما يكون بتعدى اكثر من ساعه. ان شاء الله بنكمل في محاضره اخرى.